أشرف السيد المفتش الجوي لشرطة الوسط ممثلا للسيد المدير العام للأمن الوطني على تدشين مرافق شرطية وهياكل اجتماعية متمثلة في الأمن الحضري الخارجي بالظهر بأمن دائرة توغريت ومنادي الجيش تابع لذات المقر، بالإضافة إلى وضع حيز الخدمة لنادي الشرطة تابع لأمن دائرة أبو الحسن، وكذا الأمن الحضري بحيث الغاز ببلدية وتسلي أمن دائرة بوقادير. هذه هي الهياكل التي تدعمت بها مصالح أمن ولاية شلف، ستقع على عاتقها مهام توفير الأمن وبسط الطمأنينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم. قدم سلاحك. ضابط شرطة رئيسي حمد وشيشم رئيس فرع الشرطة القضائية. ضابط شرطة رئيسي شكل الدين رئيس فرع الأمن العمومي. ضابط شرطة رئيسي بكليت معي رئيس فرع الشرطة العامة. ضابط شرطة رئيسي بكليت عيسى رئيس فرع الاستعمارات العامة. بلدية غليزاد ومن الجهة الغربية بلدية عشعشان من الجهة الشرقية بلدية توغريت. كما أنه لحضراتكم أن الإنجاز هذا السراح الأمني الجديد جاء وفق المعايير المحددة والتطوير في العصرنة التي توكبها الشرطة الجزائرية في ظل تطبيق قوانين سرية صونة للمصالح العليا للبلاد. في الأخير تم تسمية السيد المفتش الجهوي للشرطة وسط ممثل السيد المدير العام للأمن الوطني تفضل بتدشين مقر الحضري الجديد. وشكرا. دائرة توغريت بشلف التي تندرج ضمن مساعي قيادة المديرية العامة للأمن الوطني في سبيل الارتقاء الدائم بالخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمي الأمن الوطني.